حين تستيقظ ستكون محاصراً برغبة أكبر في التوجه إلى الله، لن تتحقق إلا وأنت في عرفات واقفاً فيها متجهاً لله منها. في ذات اليوم الذي أتم الله به دينه الحنيف، وهناك ستفتح حصالات الحزن المخفية في الصدور، وسيشكى الأمس الملطخ بالخيبة والغد المحفوف بالقلق، وستجد جميع الأمنيات العالقة في الحناجر طريقها، وستعلم جميع النصوص كيف تصل إلى الله. كم من الغياب الذي تعيشه الآن في هذا الحضور؟ يداك الداعيتان في حجرك، شخوص عينيك، ذهنك المسافر، وحتى صمتك الكريم. جميع أحوالك التي أنت عليها الآن في عرفة يباهي الله بها أهل السماء. انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا. ثم يشهد الملائكة بأنه قد غفر وعتق. فما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ولا أكثر منه يوما يعتق الله فيه عباده من النار. على هذه الحال يبقى الحاج مخبتا لربه، ذاكرا ملبيا، داعيا بانكسار، راجيا رحمته ومغفرته، وخائفا عذابه ومقته، ويستمر في ذلك حتى تغرب الشمس. فإذا غربت سترى الحشود مواكبا تهوي تنار، وترى جموع القادمين لربهم من كل ناحية ودار. فهنا رسالات المنى، وهنا نفير الحق نهرا من نهار.